السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. ذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا وذكر النفس وإخواني بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، شكر الله لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ، الآن أنا سألتك، كان في سؤال لم تسمعه في قناة الصفا، هل كان السلف يدعون الله قبل رمضان بستة أشهر؟ الله أي نعم. لا، هذا لا نعلم له سندا. لا أعلم له سندا. ماشي شيخ، أدعو الله سبحانه وتعالى لأهل فلسطين، هناك قصف جديد الآن. نعم، أدعو الله لأهل فلسطين، هناك قصف جديد على غزة. قصف جديد الآن على غزة مرة ثانية؟ نعم والله. أنت من غزة؟ أي أخبار سمعتها؟ أخبار كثيرة جدا من غزة الآن، قصف جديد والله. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات يا رب، آمين. السلام عليكم. سمعك رحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. تفضل. أعيد السؤال تفضلا. ماشي حاضر. والدتي ست كبيرة على السكر وبتواجد في إخواتي في البيت، وإخواتي الصبيان على قدر المستطاع نبني صعوبات كتير كل الشهر بالصيف، تعبت كثير وكثرة تنفد علينا. فهل مدخل الجرعة؟ هل يجوز بها بس كتصرف ولا يعني شرعا؟ لحظة بس، والدتك تريد أن تأخذ من أولادها أموالا دون علمهم لأنهم لا يعطونها المال الكافي. أوه. كذا مضبوط ولا في حاجة تانية؟ لا مضبوط كده. إذا كانت مضطرة ومحتاجة تطلب منهم. طلبت منهم هم ما مش مجبينا. هم مقتدرين الحمد لله. هي والله لا أحب لها أن تسلك المسلك الآخر وهو أخذ مالهم بغير إذنهم، إنما تطلب من أبنائها ما يكفيها ولا تزيد. الله يبارك فيك، تتعافى. لا أستطيع أن أقول لها اسرقي من مال الأولاد. إلا فقط يعني إذا قلنا خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، بس لكن هذا من الزوج، لكن لا بأس عند الاضطرار. السلام عليكم.
هم يلزمون بالإنفاق عليها، فعند اضطرارها ممكن تفعل القدر الكافي. سامعي؟ حكم الصلاة بالبنطلون الذي فيه ثقب يسير يبين جزءا من الركبة، الصلاة صحيحة. السائل رجل كما يبدو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا زوجي مدخن، بس يعني هي مش دي المشكلة. المشكلة إن إحنا في بيت دور أرضي ما فيهوش غير شباك واحد بس، والباقي نقائط ما بنفتحهاش، فبيقف في الشباك يدخن، والهواء يعني بتاع تجارب الدخان بيدخل لنا إحنا في البيت جوه. فأنا بتخانق أنا وولادي، يعني أنا عايزة حضرتك تنصحه، لأن هو مش بيأذي نفسه بس، التدخين لا شك أن التدخين مضر بشهادة الأطباء كافة، فالأطباء ما علمت بينهم اختلافا في أن التدخين مضر، فهو يضر بصحته وكذلك يتلف أمواله، وقد نهينا عن إضاعة المال. إضافة إلى ذلك فإنه يسبب ضرر لزوجته ولأولاده، وهذا ظلم لهم أيضا. بارك الله فيكم. ما صحة حديث المؤمن كخامة الزرع؟ حديث صحيح. ما الحكم العمل كسمسار عقاري في حال وجود وديعة الصيانة؟ هل هذا اضطرار؟ هذا اضطرار، وديعة الصيانة تسميرها في البنك، أنت مضطر لذلك، هذا أصبح شيئا سائدا. وصورته لمن لا يعرفون، هناك مثلا شيء يسمى كومباوند، مجموعة بيوت أو مجموعة قصور أو مجموعة فيلا يحيط بها سور وعليها حرس. تذهب تشتري شقة هنالك، شقة مثلا بمليون، يقولون تدفع 50,000 تودع في البنك حتى يؤخذ من ريعها أموال لنظافة المكان، لنظافة المكان. فهذا هو موضوع سؤال الأخ، فلأن البلوى عمت بها وأصبح المشتري لزمن أن يفعل ذلك في هذه الأماكن أو لا يشتري، وقد يكون محتاجا إليها هنالك، فهذه ضرورة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أجبنا على هذا بما فيه كفاية. إذا استطعت أن تبتعد عن هذه الدولة وعن منتجاتها إنزالا للنكاية بهم، فعلت قدر جهدك واستطاعتك. أما أصل البيع والشراء مع الكفار فحلال، لكن إن كان هناك أسلوب وسبيل لإنزال النكاية بكافر بعينه يؤذي المسلمين فلا بأس بذلك حينئذ. الله يصرف السوء والمكروه عن إخواننا في غزة. الله يصرف السوء والمكروه عن إخواننا في غزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى زوجي مطلق زوجته عن طريق الهاتف المحمول، هل يقع الطلاق؟ نعم، يقع الطلاق إذا طلق الزوج زوجته عن طريق الهاتف المحمول. يعني واحد قال لزوجته في الهاتف أنت طالق، محسوبة تطليقة. حتى لو أرسل لها رسالة محسوبة تطليقة. أبوه مات أول يوم في رمضان، هل يجوز أن أقضي عنه اليوم ده؟ لا يلزم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. الله يحفظك يا مولانا، احنا حبك في الله وده. وياك، اتفضل. بقول لحضرتك، كان في واحد اتفق معايا على شغل، يبقى انا هعمل له شغل معين بعدد ساعات معينة، يعني ساعتين في اليوم هروح اعمل شغل كذا كذا كذا.
وتم الاتفاق على مبلغ معين. فجه هو بعد ما ابتدينا في الشغل بدأ يزود عليا في الشغل، اعمل لي كذا واعمل لي كذا خارج نطاق الاتفاق. وبعدين كلمته كذا مره ان ده شغل اضافي، ده يقول لي ماشي طب في الاخر لما نخلص اللي انت عايزه وكده. وبعدين انا دلوقتي احنا كنا خلصنا الشغل وهو اخلي بالاتفاق، وانا املك من المال اللي هو كان بيديهولي بصرف منه على الشغل ده. فقال لي حق ليا ان انا اخد من الفلوس اللي ليه عندي حقي دوت ولا لا؟ تخبرهم؟ لازم اخبره طبعا. انا اخذت حقي، اخبره انني اخذت حقي لانك غدرت بي، فانا سالت واخذت حقي. وهذه المساله يسميها العلماء مساله الظفر. نعم. ويستدلون لها بقول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. قوله تعالى: وجزاء سيئه سيئه مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لما قالت إن أبي سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أما حديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فلا يصح. تقولنا ليست متزوجة وعايشة مع أخواتها، هل واجب عليه مصرفه علي؟ العصابات يجب عليهم أن ينفقوا عليك ولا ستضيعين، إلا إذا كان لك ميراث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. نعم وليك يا رب. يا شيخ مصطفى عندي سؤال. حضرتك انا لما بسكت الى الوضوء بسكت دورات الماء عن ذيك الماء لكي اتوضا، اجلس على مقعدتي؟ انقطع الخطوط اليوم. حكم التبرع بالاعضاء بعد الموت. عبد الرحمن الأسئلة ما لا مش عارفين نقف على شو. أو أثناء الحياة مع ذكر الدليل. أما في الدنيا التبرع بالأعضاء في الدنيا فلا بد فيه من نظرة الأطباء أيضا، هل إذا تبرعت بشيء من جسمي سيحصل لي ضرر محقق أم لا؟ فإذا كان سيحصل لي ضرر محقق فلا ضرر ولا ضرار. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما إذا كان هذا الجزء من الأجزاء التي تعوض سريعا والضرر ضعيف أمام المنفعة العامة، فالله يقول: ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. فيجوز في ذلك أو في تلك الحال عفوا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال، أنا صحابي عايزين ياخدوني معاهم المصيف، أنا عايز أعرف بالضبط أروح إزاي ولا حرام أروح ولا إيه بالضبط، عايز أفهم. إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء لا تذهب. لا أذهب. ها. فبالضبط إيه عشان أروح يعني مش نساء ضابط أن لا يكون هناك اختلاط بالنساء ولا رؤية مناظر تغضب الله، لأن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هياك. حكم تأخير صلاة العشاء من دون عذر ما لم يخرج وقتها جائز إذا كانت ستصلى في جماعة، أما أن تترك الجماعة وتتعمد تأخيرها تاركا الجماعة فتذم على هذا الصنيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. تفضل. تفضل الله يسلمك. لي صديق فضيلة الشيخ طلق زوجته تطليقة رجعية. طلق زوجته تطليقة رجعية. أيوه. أيوه. فجاء قلت لي اسم الشرطة. فاتصل عليه.
ها؟ طلق زوجته، ها؟ ذهبت لقسم الشرطة اشتكت عليه. ايوه لما ضربها. لم يضربها. امال ايه كده؟ هي ذهبت لقسم الشرطة بعد ما طلقها. ايوه قال لهم، فراح معها قسم الشرطة وقال لهم إن هذه زوجتي علشان يحلوا الخلاف ما بينهم. فقالوا له طالما زوجتك خدها وروح وحلوا الخلاف في البيت. بما أجابت؟ طيب ايه المشكلة طيب؟ المشكلة في انه هو في الطريق يعني رمى عليها اليمين مرة تانية. هنا يعد يمينين وهنا يمين واحد، يعني انت هو يتوقف على نيته. لا يعني الان سؤالك انت على انه طلق تطليقتين بدون مراجعة الا قوله هذه زوجتي. هل تحسب تطليقتان ام تطليقة واحدة؟ الظاهر والله أعلم أن قول هذه زوجته هو حقيقي، لأنها في العدة ما زالت زوجته. المرأة هي كانت في العدة أو كانت العدة انتهت؟ لا كانت في العدة. كانت في العدة. فإذا قال هذه زوجتي في العدة فهي زوجته حقيقة، لأنها إذا ماتت سترثها، وإذا مات سترثه. كلامي مفهوم لك ولا غير مفهوم؟ فتكرير التطليقة طبعا فيها أكثر من قول العلماء، لكن أختار أنها تأكيد للتطليقة الأولى ولا تعتبر تطليقة ثانية، وهذا مبنى على طلاق الثلاث في المجلس الواحد أيضا في الحكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. نعم. هل يجوز أن توصي المرأة أن يغسلها زوجها بعد الموت هو وبناتها؟ يجوز، أخذ ذلك بعض العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأساه قال: بل أنا ورأساه. قالت: أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض نسائك. قال: ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك ودفنتك ودعوت الله لك. في رواية: لغسلتك، وأراها ضعيفة، لكن كلمة هيأتك تشهد لذلك. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه، ما غسل النبي إلا نساؤه. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. عندي سؤال. أنا الحمد لله يعني بصلي للناس دايما في صلاة الفجر. فأنا المصلين بعد ان انا ادعي يعني من ساعه اخر رمضان، فانا بدعي، فانا يعني بندعي في الفجر قنوت يوميا. فبعض المصلين مش بعضهم، ففي مره شخص صابر يعني قال لي بكل لطف وبعد الصلاه انه هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، وتكرر بعديها فتره شخص اخر. فانا كنت عايز استفسر من فضيلتكم ونحط من القنوت في الفجر يعني بشكل يومي، عشان هم برضه معترضين على فكرة إن هي يوميا كده. سؤالك الآن عن حكم القنوت في صلاة الفجر بصورة مستديمة. نعم. يلزمني أن أفصل لك بعد التفصيل. جزاك الله كل خير. وإياكم. ذهبت الفئة الحنفية الأحناف إلى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، وعموما هذا رأي فريق كبير من الأحناف، واستدلوا بحديث سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه: يا أبتي قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهل كانوا يقنتون في الفجر
في الصبح قال أي بني محدث، إلا أن هذا الحديث تكل ما فيه بعض الكلام، وإن كان الظاهر أنه حسن لكن تكلم فيه العقيلي وأورده في الضعف، في ضعفه العقيلي لكن في الجملة أنه يحسن. فذهبت الشافعية إلى أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، لكن استدلوا أيضا بأن البراء بن عازب روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في المغرب والفجر، قالوا فنسخ في المغرب وبقي الخلاف في الفجر فبقينا مع الأصل. واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا في الفجر يدعو على رعل وذكوان عصي عصة الله ورسوله. واستدلوا بأن القنوت دعاء والدعاء فعل حسن. والحنابلة رأوا أن القنوت في الفجر يكون في النوازل وفي صلاة الصبح وغيرها. وابن حزم الظاهري يرى أن القنوت فعل حسن وأن تركه أيضا حسن، وأورد عددا كبيرا جدا من الآثار تفيد أن النبي قنت وترك. أما الكلام في الحديث الأول الذي فيه أن القنوت في الفجر بدعة ورأي الأحناف، فهذا الكلام لا أوافق عليه، لأن سعد بن طارق لما سأل أباه قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان هل كانوا يقنطون، قال أي بني محدث، هذا حد علمه ولم يكن من الصحابة الملازمين للرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك اختاروا أن القنوت في صلاة الفجر يستحب في النوازل ولا يصل الأمر إلى التبديع في شأنه أبدا، والله أعلم. إنما دائر بين الإباحة والاستحباب، أرى أنه يستحب في النوازل، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى، لو سمحت، أنا كل ما بذهب إلى الوضوء وبعد ما أنتهي من قضاء حاجتي نفس القصة، أستشعر أن نقطة بول خرجت مني، فأرجع أتدهور مرة أخرى وأرجع إلى الوضوء. أنت تستشعر أو توقن؟ لا، نعم، يعني أستشعر أنها خرجت ثم أوقن أنها خرجت مني. خلاص، إذا يحدث هذا الأمر معي مرارا وتكرارا. طيب صبرا، أنت عندك سلس بول، يعني مستمر هذا النزول منك طول اليوم؟ خلاص سمعت، خلاص قف 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 قف، خلاص بس خذ الجواب. إذا كان بإمكانك أن تتوضأ قبل الصلاة، أن تدخل الحمام الخلاء قبل الصلاة بزمن وتستنجي وتصبر بعدها بمدة، إذا نزل بول غسلته وتوضأت من جديد حسن. إذا كان بإمكانك أن تؤجل الخلاء إلى بعد الصلاة تتوضأ بدون دخول الخلاء فحسن أيضا. فهمت كلامي؟ إذا كان وراء ذلك وشاق عليك من كل النواحي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. محمد، الأسئلة المكتوبة والمسموعة في آن واحد يا محمد. هل يوجد دليل على أن في آخر الزمان رجل يسمى محمد ينقذ الأمة؟ الذي ورد في هذا الباب لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمي واطي اسمي واسم أبي واطي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا. هذا ورد وسنده قابل للتحسين،
يعني على نزاع فيها أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى مثلا شيخ خلاديني عليه دين كتير وعايز ياخد قرض، وانا بقول له ان القرض ربا وحرام. فانا غلطت معاه في الكلام، بان عليا دين كتير وعايزه تبدا ما ادانيش حاجه من القرض. زوجك عليه ديون كثيرة ويريد أن يقترض بالربا، هل سيحبس إذا لم يسدد؟ مش مهدد أو بالحبس يعني. يكافح قدر الاستطاعة قبل أن يلجأ إلى البنوك الربوية، فإذا قدر عليه أنه عجز تماما وسيحبس فحينئذ يكون مضطرا، وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل المرأة أن تقول للجار السلام عليكم الراجل؟ يعني هي علاقتها بزوجته كويس، إنما هي لو خرجت رئيس السلام عليكم، هل هي عليها شيء؟ كم عمرها وكم عمره؟ عمرها 44 وهو عمره يعني قرب من 60. ممكن تلقي السلام إذا كانت الفتنة مأمونة، أما إذا كانت إذا ألقت السلام ستطمعه فيها لا تفعل. جزاك الله كل خير. وياكم. حكم خروج النساء إلى المصيف في البحر، هل يصح سباحتها في البحر بعيدا عن أعين الرجال؟ لا بأس، مستورة سترا تاما لا بأس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت بس أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس بشكل خاص، عايز أسأل بس ربنا. طيب ممكن. ينفع. شكرا قوي لحضرتك. الله يكرمك. الآن يعني ولا متى؟ يعني الوقت اللي الناس خلاص اطلبني على الرقم الخاص، يعطيك 0 1 5 3 3 3 8 3. انا كده بعت عليه رسالتين والله. معلش مع المواصله ان شاء الله، يعني لا، لان لست بجالس امام الهاتف ليل ونهار. انا ترك الهاتف الان وبعد الان ساعه ساعتين، يعني مش اصبر علي. السلام عليكم. المخروج النساء الى المصيف، عفوا، لبس الحظاظة للرجال بغرض الشكل وليس الحظ حرام أم حلال؟ بغرض الشكل، الحظاظة التي في اليد فيها تشبه بالنساء وفيها في المعتقد شيء، لأن الناس يستعملونها يقولون إنها يعني تحدث توازنا أو أنها تكفي العين أو نحو ذلك، فإذا كانت شيء في المعتقد ففساد ولا تجوز، لا تزيدك إلا وهنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. مع حضرتك على اللي كنت سأقدم على فقه المعاملات أو الحرام والحلال في البيع والشراء، ودلتنا على المحاضرات في اليوتيوب. نعم ماشي. وبعد؟ يعني لو سمحت، يعني إذا تفضلت إن أنا لو مثلا عندي استفسار في المحاضرة نفسها ممكن أرن عليك يعني وأسألك فيه. والله يا حلا ما عندي أي مانع، لكن على قدر الإستطاعة سأجيب أو أتوقف. ماشي. أنا سمعت المحاضرة اللي هي فيها اللي هي بيع الديون، اللي هي منها بيع الشيكات وبيع الدائن للمدين نفسه، وآخر حاجة اللي أنا عندي استفسار فيها اللي هي سداد الدين بما يعادل من العملة المتاحة في الوقت الحالي، يعني بالعملة المتاحة أنا بشرط إن هم يتفقوا على يا حبيبي ركز، بس ركز حتى يستفيد الناس. طيب. ركز سؤالك حتى يستفيد الناس. طيب اللي هو يعني عايز ما اقول الثلاثه، سأل سؤال واحد، اخوانك لهم اسئله، اسال سؤال مختصر واحد. طيب اللي هو سداد الدين بما يعادله، يعني انا لو مش متوفر معايا مثلا غير مثلا دينار او خلاص. فهمت سؤالك، فهمت سؤالك، ساصيغه بصياغه. انا مدين لاخي هذا بألف جنيه مصري. تمام. عند التسليم جاء وأنا مسافر رايح السعودية،
قال معي هذه الألف جنيه أو ما يعادلها من الريالات السعودي بما نتفق عليه، كل جائز بهذه الطريقة، فيكون السداد بالسعر عند وقت التسليم. التراضي والسعر عند وقت التسليم يكون متكافئ بالدين اللي هو عليه. الله يسلمك. جد او يسوي. طيب انا لو يعني بما ان انا يجوز ان انا اسدد عمله ثاني، ينفع ان انا اسدد بضاعه يعني بما يعادل الدين؟ يعني ايضا لي عندك ألف جئت اطالبك بها في وقت السداد، قلت ما عندي الان الفلوس، ممكن تاخذ بهم رز الان؟ الله يبارك. لا بأس. لا بأس. تراضي. السلام عليكم. كفاية عليك. يقول وجد عند أمي ورقة مكتوب فيها دعاء يا ربي بجاه النبي وأهل بيته. هذه الصيغة لم أرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. الحمد لله. ربنا يخليك لينا ويحفظك. شيخنا كنت عايز اسال سؤال، من هم اهل ربنا وخاصته؟ وكان ليه رجع عند حضرتك ان انت تدعي لوالدي لسه متوفيا؟ الله يرحمه رحمة واسعة والدينا المسلمين. ربنا يخليك لينا وربنا يحفظك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هل يجوز الأضحية بشاة رضعت من حمار؟ هذا في غريها من حمار، اللبن استحال من زمن. يجوز أنت تجيب تاريخ الشاة، هل في سنة 20 رضعت من حمار أو رضعت من كلب؟ يجوز. جلالة يا عبد الرحمن، جلالة ده مرت 5 سنوات على ثلاث سنوات على الشاشة، رضعت من حمار وهي في الصغر، يعني مرت سنوات عليها، عفوا سنة سنتين حصلت استحالة. السلام عليكم. الابتلاء قد يكون بذنب إذا كنت عاصية، دل عليه قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقد يكون لرفعة الدرجات، الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فعلى حسب حال الشخص، إذا كان شخص خمار مؤذي للناس يقتل هذا ويزني ويفعل ويفعل وعوقب، هذه في الغالب انتقام منه. وإذا كان مطيعا لله ومطيعا لرسوله كأيوب عليه السلام ابتلي يرفع درجاته. طب يعني الحمد لله، يعني أنا بحاول أكون من غير وضعي ربنا، أنا لا أتعذر الإجابة، ولكن يعني كيف يرفع الابتلاء؟ الابتلاء يرفع بالتوبة، يرفع برد المظالم إلى أهلها، ويرفع بالدعاء. التوبة والدعاء ورد المظالم إلى أهلها. افترض أنت سرقتيني مثلا وابتلاك الله بابتلاء، افترضي، فقمت طول الليل تدعي يا رب اشفني، وانت حرامية لازم ترد الفلوس لأصحابها. أنا لا أتذكر أني أخذت أحد. لا مش أنت، لا عفوا ما قصدش أنت بنفسي، يعني أنا أضرب فقط مثالا، لا حاشاك، يعني لا أتكلم عليك بخصوصك يعني. الله يبارك فيك. يقول عمرو بن الله: يعمل في شركة ويردون التأمين علي. إيه؟ علي؟ كيف يردون التأمين علي؟ إذا كان يفرضون، وكلمة سقطت كلمة يفرضون، خلاص أنت مجبر ولا اسم عليك. كبير سن مريض زهايمر وينسى كم يصلي عدد الركعات في الفرض الواحد.
كبير سن مريض زهايمر ينسى كم يصلي عدد الركعات في الفرض الواحد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. في شخص أراد شراء وحدة تجارية أو إدارية في مول لسه بيتبني في أحد المدن الجديدة، بس بيشترط سداد 10%. تكلمنا عليها من قليل، ألا وهو ما يتعلق ب الوديعة التي تدعى في البنك للنظافة، تكلمت علينا من 10 دقائق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بسأل حضرتك على العدل بين الزوجات، الزوجة من لها أولاد أكثر من أولاد وهكذا. إيه. فالعدل في المبيت فقط. العدل في أمرين على الأشهر من أقوال العلماء، في المبيت وفي النفقة. في المبيت وفي النفقة. نعم. مش اللي عندها أولاد أكثر يبقى عندها المبيت أكثر وهكذا؟ لا لا لا، ما عندهاش مبيت أكثر، ممكن يتفقد أحوال الأولاد نهارا. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، احنا ما بنحضر الافراح في القاعات وما الى ذلك، ومنزعل مننا ناس كتير، القاعات دي ما بنروحهاش خالص والناس دي بتزعل مننا حتى اقرب الاقربين. المختلطة ولا ايه يعني؟ نعم. يعني تقصدين الافراح المختلطة؟ افراح مختلطة في قاعات والله. يعني انت تسألي يعني سؤال لا يليق بصالحة. لا يليق بمصالحة من أمثالك أن تسأل هذا السؤال، يعني أن تقول يعني هل تسمع؟ اتق الله في نفسك شوي، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أنت تقولين أنا لا أذهب إلى الأفراح المختلطة فبزعل بنت خالتي مني وبنت عمي مني، مضمون كلامك. هل تنتظرين مني فتقول لك اذهبي للأفراح المختلطة؟ طيب خلاص السؤال. بدهي أحسنت، لا يجوز أن تذهب المرأة في وسط رجال لا تختلط بالرجال، هذا الاختلاط يؤدي إلى الشر والفساد. ولتنظر النسوة إلى حال المرأتين اللتين أتتا لسقيا الأنعام وسقيا الأغنام في قصة موسى عليه السلام في مدين، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء والله، عفوا، وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. أيضا إضافة إلى ذلك، فالاختلاط يولد شرا وفسادا، وكم من نظرة فتكت بقلب صاحبها، فتكت سهام بلا قوس ولا وتر، قل من يغض من أبصارهم. وكيف ترضى امرأة كريمة عفيفة أن تقف أمام شاب فحل في العرس أمامها؟ كيف ترضى له بذلك وتضحك ويضحك؟ أنتم جمادات يعني ولا مش فاهم؟ هل هم هل هؤلاء جمادات أو مخنثون أو ما شأنهم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. أنا كنت بفضل حضرتك، سألت على صندوق التأمين الخاص. وبعد. هل هو ايه؟ حلال الورثة، يعني الورثة طلع لهم فلوس من صندوق التأمين الخاص. صندوق التأمين الخاص يأخذون المبلغ الذي دفعه ميتهم والمبلغ الذي دفعته الشركة، شركة العمل، الشركة التي كان يعمل فيها ميتهم، ويتخلصون من العائد الربوي. السلام عليكم. ما نعرفش العائد بالتقريب. طيب لو احنا طلعناه سبق على الميت كله، لا تستطيع أن تجبر سائر الورثة على إلا بموافقة جميع الورثة. لو اتفقنا. حسن. جزاك الله خير. وإياكم. كيف النجم؟
كيف نجمع بين حديث أنتم شهداء الله في الأرض وبين حديث أن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؟ لا تعارض، فهذا أغلبي، هذا أغلبي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ الله يبارك فيك، تفضل، ما سؤالك؟ سؤال شيخ، انا والله في اخ يا شيخ انا عندنا صوته يعني في نصيب للجمال، اوتي صوتا حسنا، وبعد بعد الصدق يعني صوته يعني في الجد تشتدوا كده يعني، فذات يعني ده في اليوم وفي الشياء ده مقدم يعني ده مقدم في الاستوديو بعد، فالاخ بتاع استوديو قال له سجل عنده اربع صور، فقال له الاربع صور ده عليهم 500 جنيه يعني من اللي ياخذ عفوا صاحب الاستوديو هو ياخذ فلوس او يعطي فلوس؟ طيب المشكلة إيجار الاستوديو. إيجار الاستوديو. طيب. المهم الأخ قال له أنا معيش فلوس وكده يعني، فطبعا فبيقول الأخوة في حلين، يا إما أنا أسيب فلوس عشان أختم الخدمة تحتي، يا إما أجيب صوت لأي استوديو مثلا مع رسوميات يعني ينزلوه، بس هم هيستفادوا من الوضع يعني. طيب ما يعني يريد أن أن يسجل القرآن بصوته ويبيع ذلك. أنا فهمت كلامك، هو مش واجب عليه إنه يفعل ده. يعني هل واجب عليه إن أنا أسجل وبيع؟ وهل واجب عليه إن أنا أسجل القرآن بصوتي؟ مش واجب عليه لا هذا ولا ذاك. أنت تسأل سؤال مختصر، هل يجوز لرجل أن يسجل القرآن الكريم بصوته ويبيع هذا التسجيل أو لا يجوز؟ كذلك مش هيبيع أولا. أنا بفترض سؤالك، أنا بطرح سؤال من عدة وجوه، هل يجوز أن يتعاقد صاحب استديو مع شخص كي يسجل القرآن عنده ويعطيه أموالا مقابل ذلك؟ يعني صاحب الاستديو يعطي الشخص أموالا مقابل أنه يشتري هو الصوت؟ قل والله تعالى أعلم، ذلك وإن كان جائزا فالكراهة موجودة. الله يسلمك. هو كان عاوز مش يبيع صوته، هو قال انا عشان عاوز اختم ختمه، عشان اخ قال له فتوى، فالاخ فتى له فتوى قال له انت ممكن لو سجلتش ممكن ايه تحاسب يوم القيامه على هذا الصوت. لا 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 لا، انت هتقسم كل المسلمين الان؟ يعني صوتي طيب في القران لاما ان انا اسجله كله وانشره في العالم او احاسب؟ لا ليس هكذا. سؤال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله من كل مكروه. وإياك، تفضل. سعيد بن المسيب يقول عندما غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه أو غيره إلى اسم، قال له غير اسم سماني أبا أبا. إيه. أما كانت تلك الكلمة دفينة. إيه. ماذا يقصد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلهذا الحديث طريق مرسل وطريق متصل، لأن سعد بن مسيب لم يدرك القصة. سعد بن مسيب تابعي، جاء جدي حزن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل، وفي رواية حزن قال بل أنت سهل، يعني غير اسمك إلا سهل. قال لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا، يعني لما رفض جد سعيد بن المسيب أن يغير اسمه من حزن إلى سهل، العائلة ورث يعني استمر فيها الحزن. ترى أحيانا الناس يعني تحاول تضحكه ما تضحكه هو هكذا مقفول لا يفتح،
مفهوم كده؟ دائما بدي عليه علامات الحزن، يرزق مال لا يرزق مال، خبر سعيد خبر صار، هو هذا ملازم للحزن هكذا. وفي ناس آخرون مفلتون كما يقول، ضحك مستمر، والناس طرائق قددة. السلام عليكم. السند فيه شخص ضعيف يا نخلة في الجنة. ما حكم إرث مال أو سكن أصله من التسول؟ يعني الأب يعمل متسولا يتسول الناس، فما حكم إرثه؟ إذا أمكنك أن تتصدق به تصدقت قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة تصدق قدر استطاعتك بأكبر قدر ممكن منه. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخنا. نعم شيخنا، معك عزيز من المغرب. نعم لي سؤال. عمتي الله يرحمها قدم وفاتها بيومين، كانت في المستشفى بمرض الموت، وأوصت لي بأن لا أرث فيها أنا وإخواتي. أمك هي أو جدتك؟ لا، عمتي أخت أبي. أي أوصتك ألا ترث فيها؟ ألا أرث فيها. عفوا، من تركت بعد مماتها من الورثة؟ وهي فضلت الإخوة من الأم على أبناء أخ الأب. متى تركت من مرة ثانية؟ تركت يا شيخونا، تركت هي إخوة لأم ها، وأخ لأب. فحرمت ورثة الأب أخ لأب، حرمتنا نحن أن نرثها. يعني أب آخر، يعني عفوا أخ آخر من الأب، ولا أنتم أولاد هذا الشخص؟ أنا أولاد أخ لأب، أولاد أخ لأب. يعني هي هذه المرأة التي ماتت كان لها إخوة من الأم وأخ واحد من الأب، أو كان لها إخوة من الأب وماتوا؟ لا، أخ من أب واحد وإخوة من أم متعددين. خلاص انتهى الكلام، ما لها إلا هؤلاء. وأنت ابن من؟ ابن الأخ. والأخ هذا أخوها اللي هو أبوك مات أو على قيد الحياة؟ مات، توفي قبلها. أيوة. وهي تريد أن توجه المال إلى أين؟ وجهت ذلك المنزل إلى ورثة، إلى إخوتها من الأم. أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه المرأة الميتة كلالة، الإخوة لأم سارثون منها، لأن الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. قال الله تعالى يعني لا أب لها ولا جد، ولا جد أب، ولا ابن، ولا ابن ابن، ولا حفيد الابن، إنما كالإكليل لها إخوة وأخوات من الجانب، فلا أب ولا جد وإن على، ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن 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 وإن سفل. فهذه تسمى كلالة من الإكليل المحيط بالرأس. لها إخوة وأخوات، لها إخوة وإخوة من وأخواتنا الأم، وأخ من الأب. الإخوة والأخوات من الأم لهم الآتي ذكره، آية الكلالة التي في أوائل سورة النساء. وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، أي امرأة تورث كلالة، وله أخ أو أخت أي من الأم، فلكل واحد منهما السدس،
فإن كانوا أكثر من ذلك يعني من الأم فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالإخوة والأخوات لأم يخالفون الإخوة والأخوات الأشقاء أو الإخوة والأخوات لأب من في الآتي: أولا لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، عرفت معنى الكلالة. ثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث لقوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ثالثا لا يزيد نصيبهم مجتمعين على الثلث لقول الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما الأخ الأب سيأخذ الباقي، سيأخذ الباقي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. وآية الكلالة التي في آخر النساء في هذه الحالة ليس هنا إخوة شقاء. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت شقيقة فلها نصف ما ترك. اختلفت عن الأخت الأم، فهي وصت المرأة ألا ترث أنت يا ابن الأخ، مع أن أبوك ميت وأنت أولى بالميراث، أنك أخ أولى رجل ذكر. قالت لك: لا ترثني، لا ترثني. طب فين الفلوس؟ ترجع للإخوة والأخوات لأم، وصيتها باطلة والمال ليس من حقها بعد موتها. المال مال وارث، المال مال وارث. سلام. ولا يوجد لها أخ من الأب على قيد الحياة، لها أبناء أخ من الأب. عصبات أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سندوها ضعيف. طيب شيخ، حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت، بعد الموت. ها؟ حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت، يعني أنا عامل وصية إن أنا بعد ما أموت أتبرع بأعضائي، ده يصح ولا لا يصح؟ والله يا أختي لا أراه يصح، ثم لا أراه يصح، أراه عفوا، أراه لا يصح، ثم لا يصح. لا يصح. وهذا فساد ومدعاة إلى الفساد. الرجل في الاحتضار والجزارون بجواره، الأطباء الجزارون بجواره، بمجرد ما تخرج الروح يبدأ التقطيع. هذا يأخذ الكبد بمبلغ، وهذا يأخذ العيون والقرنية، وهذا يأخذ الكل، كل الميت كأنه قطعة، كأنه سيارة تقطع قطع، وكل يأخذ، يأخذ المتبقي. فأصبحت إهانة فوق إهانة للميت، ولم يرى ذلك. طبعا مسألة نازلة، لا أراه جائزا. حرمة المؤمن ميت كحرمته حي. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. بالله عليك، ايه والدتي المتوفية؟ بس هو تبيع كليتها ولا كبدها؟ لا ده متوفية من زمان. الله يرحمها رحمة واسعة. التجارة الآن، الصينيون الكفرة متسارعون في عقوبة الأدم من أجل هذا. أول ما يخلص الشاب الحكم الأدم مرة واحدة فقط، ما في استئناف ولا كذا، يحكم الشخص بالأدم والأطباء موجودون، خاصة إذا كان المعدمون شباب، لك كبد طازج بسرعة التشريح، يبقى يقطع يكسر الصدر، يستخرج الكبد، يأخذ القلب، العيون، القرنيات، كل شيء في الجسم، ويضعها في ثلاجات، وبعد يبيعون للعالم. عياذا بالله أن نكون كذلك. ولا كل هذا لا يقدم أجرا ولا يؤخره. محمود الباز يريد زوجة صالحة، ماذا أفعل؟ قل يا رب، والتمس عند الصالحين نساء يصلحن لك. لكن من يعرفك عرف بنفسك، أهل يعرفك أهل الصلاح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الكريم أن يحفظك ويديك خيرا ويزيدك من علم وفضل ويوفقك العمل به إن شاء الله يا شيخ. ولك والسامعين والسامعات بمثل، وجزاك الله خير. حضرتك أنا اتصلت قبل كده والتليفون فصل قبل ما أكمل سؤالي، أنا ذكرت إن ليس مني والله اليوم، ما أدري، التليفونات الهاتف تقطع كثيرا الليلة. حضرتك أنا ذكرت إني بشتغل بعيد عن بيتي في الصحراء ب 15 يوم واحتمال أكثر زي البراريم زي ما حضرتك ذكرت كده. سؤالي ليك يا شيخنا عن قصر الصلاة، انا اذكر لك اللي انا بعمله بناء على اجتهادي وشوف حضرتك. يعني انا بجمع الظهر والعصر
اكون فيها بره البيت. كم يوم يعني تجلس؟ بتبقى مثلا ممكن اخرها 20 يوم 15 يوم 20 يعني. عفوا انت في سفرك متنقل ولا جالس في مكان واحد ومتخذ سكنا؟ لا هو انا بروح بتبقى في كامبات بس انا بطلع الصبح باخد العربيه بلف على الابار فندم بشتغل بالنهار بس لا يعني عفوا بالنهار فما بكونش موجود يعني جنب مسجد او مكان صلى معين غير اخر النهار باجي بيبقى في كامب وبيبقى في برضه مسجد. عفوا يعني انت الان بس اسمر علي يعني انت الان مسافر. نعم. المنطقه التي انت مسافر فيها ليس فيها منزل لك. نعم. انما تلف وتدور في اعمالك وترجع ثاني تبيت في المكان فقط. نعم ايوه. يعني لست مقيما في المكان الجديد. لا المكان ده ممكن ما بوش تاني يعني كمان ممكن ما بوش تاني اقعد 15 يوم واروح مثلا في مكان تاني. ايوه يعني اثناء ال 15 يوم هل انت في فندق يعني كفندق ولا تتنقل منه الى اماكن اخر للعمل؟ يعني كان بقى في الكربونات حضرتك كده بقعد فيها بتنقل منها بعد كده للشغل بيكون فيها في مساجد في يعني جوارع بيكون بيصلي عليها. على كل حال في مسالتك قولان الجمهور من العلماء يقولون تتم الصلاه بعد 3 ايام ومن أهل العلم كابن عباس أو ابن عمر يقولون تقصر طيل المدة فالأحوط لك أن تتم بعد الأيام الثلاثة. بعد الأيام الثلاثة. أيوه. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. امرأة توفيت أختها فتزوجت زوجها لتربية بناتها حتى زوجتهن فهل أزواج البنات ليسوا بمحارم اللي إذا كانت أرضعت البنات؟ سؤال واضح يعني رجل متزوج بامرأة لها بنات ماتت المرأة تزوج أختها لم ترضع هؤلاء البنات تزوجنا زوج البنت منهم هل يرى خالتها؟ هل يرى خالة زوجته؟ لا هذه محرم مؤقت. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جمع بين المرأة وزوجتها المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فهذا المحرم المؤقت ليس له ذلك. يعني عيد بصياغة أوسع رجل مزوج بامرأة هل يجوز له أن يرى عمتها؟ لا يجوز له أن يرى عمتها وإن كان لا يجوز له أن يجمع بينه وبينها لأنه تحريم مؤقت لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لذلك طلق المرأة اللي معه سيتزوج عمتها فالتحريم مؤقت. بارك الله فيك. خلاص عبد الرحمن. السلام عليكم. خالدين فيها إلا ما شاء الله. بين الله سبحانه أنه شاء أن يخلد الكفار في النار ومن العلماء من قال إنها محمولة على نار الموحدين الذين عصاة الموحدين عصاة المسلمين لكن الأول أولى والله أعلم لأن الله قال وما هم منها بمخرجين. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ليذوقوا العذاب كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها قال وما هم بخارجين من النار. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. دلوقتي يا شيخ مصطفى في أب توفى وكان سايب 3 أولاد كان سايب ولد وبنتين الأول والتاني تزوجوا خلاص وسايب تركة فالتركة دي تتوزع لهم بالتساوي ولا هم يتكفلوا بزواج الأخت الصغيرة وهل لو ما تكفلوش بزواجها مثلا هل يقسموا؟ أعد السؤال. 3 الأب يا شيخ مصطفى
مات وساب ثلاث أولاد. نعم. فالأول ولد واثنين بنات. يعني ولد وبنتين مش ثلاث أولاد. ولد وبنتين وبعدين. الأول تزوج والثانية تزوجت ولسه الأخت الصغيرة. يعني هل يقتطع للبنت التي لم تتزوج قيمة زواجها من التركة قبل تقسيمها؟ لا يقتطع لها ذلك. طب وهل إلا إذا رضي الورثة. لا هي لها تركة تتزوج. بالتساوي ما بينهم. كيف بالتساوي؟ الولد له مثل حظ الأنثيين. أنا أقصد يعني التركة تتوزع عليهم. أي تتوزع للذكر مثل حظ الأنثيين ولا تستخرج منها قيمة زواج البنت إذا لم لا تستخرج منها إلا إذا رضي سائر الورثة. يعني ما يقسمش الولد والبنت لو ما هي ما دام معاها فلوس، ما دام معاها فلوس تتزوج من تركتها. مع السلامة. إذا ما أعرف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في أبو مصر. وياك تفضل. مفهومة عن أي شأنها تستخبر؟ أختار مسألة الهدم في الطلاق أوضحها لإخواني. رجل تزوج امرأة وبعد طلقها مرة أو مرتين، تزوجت ورجعت للزوج الأول بعد أن طلقت من الزوج الثاني، هل لها ثلاث تطليقات؟ هل الزواج يهدم التطليقتين الأولين فيكون لها ثلاث تطليقات أم أنها لها واحدة نحسب السابقتين؟ أختار قول العلماء القائلين بأن الزواج بعد التطليقتين يهدم التطليقتين، وإذا رجعت إلى الزوج الأول فيبدأ من الأول في التطليق له ثلاث، لأنه إذا كان الزواج يهدم ثلاث تطليقات فقوته على هدم التطليقتين من باب أولى. أعني أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات فتزوجت بآخر وطلق الآخر ورجعت للأول له ثلاث تطليقات جديدة، فإذا كان الطلاق يقوى على هدم إذا كان الزواج يقوى على هدم ثلاث تطليقات فقدرته على هدم التطليقتين من باب أولى، والله أعلم. بهذا القدر أجتزي حامدا الله صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم أسكننا الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله
انصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في الغزة وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم سلمهم واحفظهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا سميع الدعاء. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا سميع الدعاء. اللهم احفظ المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمعهم على كتابك وسنة نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اجمعهم على كتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على كتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين وارحمنا واحفظنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين واغفر لنا يا خير الغافلين يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين وارفع درجاتنا يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا الحمد لله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم كلنا وليا وكلنا وكيلا وكلنا نصيرا يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين احفظ المسلمين احفظ المسلمين في فلسطين وسلمهم واحفظهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أعنا دائما وأبدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نتقلب في نعمك ليلا نهار يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.